مساء الخير لجميع متابعينا في الأردن. نهار اليوم صارت أجواء ربيعية دافئة في عموم مناطق المملكة، استمرت درجات الحرارة أعلى من المعدلات يعني مثل هذا الوقت من العام. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور حيث يكون الطقس صافي مع 17 درجة مئوية ملموسة 17، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز. توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث تسود أجواء صافية بشكل عام، ربيعية دافئة أيضا، إربد 28 إلى 16، عجلون 26 إلى 16، جرش 29 إلى 17، والمفرق 30 إلى 16 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى، البلقاء 18 إلى 17، مادبة 18 إلى 16، البحر الميت 34 إلى 25، عمان 27 إلى 16، والزرقاء 30 إلى 18 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية، الكرك 27 إلى 18، الطفيلة نفس الحرارة مع تفرق لبعض الغيوم، الشوبك 25 إلى 16، العقبة طقس حار مع 37 إلى 27 درجة مئوية، أما معان 31 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 19 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم. بالنسبة للمنطقة الشرقية تبقى تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي وتحصل زخات متفرقة من الأمطار خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر. الأزرق 34 إلى 19 عفوا، الصفاوي 34 إلى 18، ورويشد 34 إلى 20 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.